في ليلة هادئة تلقى محمد عيد اتصالاً يقول أنه كاد أن يقطع قلبه ألماً بسبب صوت تلك المرأة السعودية التي اتصلت عليه. ما دريت لما اتصل ما أدري على المحطة، أكيد من اللي عندنا معدي. واللي هي تبسي ما عندها إلا هالولد، أن ولدي رجعوا لي. دوروه ونجده عند حكمة يار، والله مسكناه قلنا له ترجع، وعملنا الإجراءات لين رجع. ورجع؟ رجع وجاه، ما ندري عاد وش صار فيه. وبعدين كل أبوهم مستواهم العلمي سيء جدا، ضعيف، فاشلين كلهم. أغلبهم فاشل في دراسة. اللي دفعهم عاطفة ولا؟ أبدا، عاطفة فاشل. ولقى هناك الخاصة اللي اشتغلوا مع حكمة يار الحشيش وادمنوا عليه. كانت الاستخبارات الباكستانية لا تفضل التعاون مع بعض القادة الأفغان، ومن بينهم أحمد شاه مسعود، قائد أفغاني يقيم في شمال البلاد في وادي بنشير، يتهم باستمرار بأنه مدعوم من قبل الفرنسيين. وعلى خلاف كبير مع حكمة يار، توجه محمد عيد إليه مع السفير الباكستاني ضمن جولة لضبط العلاقات مع كل القادة الأفغان. قلت لازم أمر على المجاهدين كلهم السبعة، والله نجيك ونقوم بجولة عليهم واحد واحد، بس أهم شيء فيهم اللي هم مسعود في جبل سراج. أحمد شاه مسعود. ونروح له، جاء صلاة المغرب وقام يصلي فينا، وبعدين هو يتكلم فرنسي ويتكلم إنجليزي وعربي. صلينا وراه المغرب وجلسنا نسولف. أنا ما أخذنا الباكستاني بالفيت إني بستفيد منه، الباكستاني معي هناك وصداقتنا معهم، أريد أن أستفيد منه. المعمد ونجي ونجلس عنده ونقعد نسولف. قال لي أنتم تقدمون، هو عدوة قائمة بينه وبين حكمة يار، قال أنتم تدعمون حكمة يار على حسابنا، حن هو وزير الدفاع، حكمة يار رئيس الوزراء. قلت له الحين السفير الباكستاني معي، قلت له حنا ما ندفع لا الحكمة يار ولا غير حكمة يار، حنا نعطيها الباكستان والباكستان هي اللي توزع عليكم. قال هم ما يعطونا حكمة يار لأنه هو طاجيك، شايف، وحكمة يار بشتون، فهو أقرب لهم. أي فهو يتعاملون مع حكمة يار، شايف، علشان بالعنصرية، وهذاك طاجيك يعتبرونهم درجة ثانية. الطاجيك جنس آري زي الألمان والإيرانيين، والإيران شمال إيران كلهم الجنس آري. الباكستاني طالع فيه، قلت له حنا نعطيه ما فيها شيء، يقول الحقيقة، لأنه إذا ما بنيت الثقة معهم والله صارت بعدها بيني وبين الصداقة. أنت يا شاه مسعود؟ أحمد شاه مسعود، لأنه كان صريح معنا، الباكستاني شفتك ولا شفته مرة، ما عاد يجي عندي ولا عاد أشوفه.